المكتب قريتو شحال حكا حكاولي جرب اللي سكسيتو. يعني بتعرف الأغاني زي الأطفال، لما يكون عندك أطفال بتحبهم كلهم، لكن الأغنية اللي أثرت عليها كثير لما بغنيها بعيشها دائما هي أغنية تراوي، لأن أغنية تراوي كتبتها لما كان في عمري 17 سنة، كأني لما أديها وأغنيها دائما كأني كتبتها يعني مدة قصيرة، دائما أعيشها بحس إنها جديدة. حتى في الأول ما نيش حاسة بلي أنا كتير سياسية، أنا كإنسانة يعني أتعامل مع واقع عايشة في وسط شعبي، وأتأثر كثيرا بالأشياء اللي بنعيشها. تأثرت كثيرا بالشعر، ووجدت فيه يعني سئمت تكاليف الحياة، يعني فلسفة ويعني كلام. هل أستطيع أن أوزع وأن أكتب موسيقى على كلام لزهير بني أبي سلمى أو قيس بن ملوح؟ فكان نوع من التحدي، فكان صعب كتير علي، فحاولت. الحفلات اللي بأديها بالعالم العربي أو بالمغرب العربي مختلفة جداً، لأنه فيه تجاوب ريلي يعني حقيقي، عند الناس بتفهم الكلام، كاللي تفهم اللهجة الجزائرية كاللي لا، لكن بتفهم بعض الكلام. يعني عندنا قاسم مشترك اللي هو اللغة.